لا، ما في داعي، ما في داعي تعملي أي شيء غصب عنك، إلا إذا حابة فيك تروحي تحضري الحفلة عندي بالمكتب. أنا؟ على المكتب؟ ماشي. شو أعمل هلا؟ قولي معلمتي. راسي حاسة بوجع فظيع. معلمتي، ليش ما بتروحي انتي مع يوراج بدالي؟ اسمعوا على هالحكي، كيف يعني انا اروح؟ قصدي انه كيف يعني بدي روح واتركك وانتي تعبانة هيك؟ ما فيني اتركك، انا لازم اهتم فيكي مو؟ يلا قومي ارتاحي، يلا قومي، رح أعمل لك كاسة ليمون. ماشي. أنا آسفة حبيبي. يلا. منيح يلي نفدنا، وإلا كنا رح نضطر نحتفل مرتين، مرة بالمكتب ومرة بالبيت. يا ربي، أنا برأيي إنه احتفالاتنا أحسن بكتير من احتفالات العيلة، مو؟ ومشان هيك حياتنا أحسن بكتير، بلا ما نضطر إنه نشوف وجوه عيلة جاروديا. شو يا صبايا يا حلوين؟ معقول لسه ما جزتوا لهلأ؟ يلا تأخرنا. يلا روحوا البسوا، هلأ ببلش حفل الافتتاح بمعمل أبوكم الجديد، ولازم نكون هنيك قبل كل الناس. كاران والخالة بدها تروح؟ أنا قصدي ما بتاخد أمك معنا؟ نحن منعرف إنها مريضة ولازمها راحة كتير، بس يمكن إذا بتطلع من البيت بتغير جو وبتتحسن. شو بتاخدها؟ لا أختي، لأنه الدكتور تبعها وصانا أنه ما نطلع من البيت. ليكو، أنتو ما تتقلوا عليها أبداً. أنا بعرف تماماً شو يلي بيريحها، وهي عن قريب كتير رح تتحسن كمان. وهلأ يلا حاجة بكفي حكي، جهزوا لي حالكم بسرعة، معكم 10 دقائق لتجهزوا. 10 دقائق. ها؟ ماشي. يلا باي. قال كاران إنه بده يصفي حسابه مع بابا بعد ما يخلص العيد. دخيلك يا ربي، دخيلك ساعد أبي. وأنا لازم خبر أختي سارفاتي. عيد سعيد لاكشمي. أختي؟ ينعاد عليك يا أختي. وعليك يا حبيبتي. عيدك مبارك. عيد مبارك. أختي عيد مبارك عليكم. وعليك يا حبيبتي. قلوا لي كيفكن أنتو؟ الحمد لله. مرحبا أختي، العيلة كلها بتسلم عليك كتير وبتقلك عيد سعيد ومبارك. وعلى عيلتك كمان. هي أول سنة بيجي العيد والأكشمي عندكن بالبيت، فبابا بعت شوية هدايا. عيد مبارك. شكرا. جوري، دورغا، قولوا للشباب وين لازم يحطوا الأغراض. ماشي. شكرا لكم. هاتي عنك، مو مشكلة. لا ولو. عيد مبارك يا أختي. عيد مبارك عليك. شو القصة لاكشمي؟ ليش أنتي متضايقة اليوم؟ أنا ما عم بفهم شي بالمرة يا أختي.
كاران قال لي إنه رح يبلش بتنفيذ تهديداته ضد بابا مباشرة بعد ما يخلص العيد، ونحن إذا بدنا ننقذ بابا لازم نتصرف بسرعة أختي، ما ضل في عنا وقت، لازم نتصرف. لاكشمي، أنا كمان ما عم أقدر أفهم شي. شو لازم نعمل لحتى نرجع المصاري من يوراش؟ لازم وبأسرع وقت يرجع بابا على شغله ويترك هذا الشغل مع صهري كارا. القصة مالها سهلة أبداً يا أختي. أكيد لاكشمي، نحن ما في بإيدنا غير هالحل، ولازم نلاقي طريقة، الوقت كتير قصير. نحن لازم نعمل شي. يوراش، طيب انتي شو رأيك إذا عزمنا يوراج لحتى يجي على حفلة الافتتاح ويلتقي مع الكل؟ بيجوز يعذبه ضميره ويصحى بما أنه الدنيا عيد، ويمكن يحس شو هي القيمة الحقيقية للعيلة. لازم يوراج أنه يحضر هالحفلة. لاكشمي، يعني معقول يقبل يجي؟ ليش لحتى ما يقبل؟ إذا قدر يتخلص من سيطرة راسيلي وكاجري شوي وقنعناه إنه ما يخبر كاجري بالروحة، فأنا متأكدة وقتها رح يجي فورا. نحن لازم نحاول، ما رح نخسر شي بهي المحاولة، صح؟ وما في عنا حل تاني أبدا. لا تركي، أنا برد. ألو، عيد مبارك يوراش، ينعاد عليك. آسفة ما قدرت إنه ما أتصل فيك، هاد أول عيد ما منكون فيه مع بعضنا. بتتذكر يوراش؟ كنا دائما نعيد كلياتنا سوا. متأكدة إنه أنت بتكون اشتقت لنا كتير. يوراش، اليوم بابا عامل حفلة بالمعمل، رح نكون كلياتنا هنيك. إذا بتقدر تعال شوي، العيلة مو حلوة بلاك. رح تجي مزبوط يوراش؟ يوراش، مين كان على التليفون حبيبي؟ ما بعرف، الصوت ما كان واضح. بافيترا، أنا هلأ بدي روح لأنه تأخرت. أنت ارتاحي هون. ارتاح؟ أكيد أنا رح ارتاح. عندي كتير شغل وبنفس الوقت فاضي، حاسس بالوحدة. اليوم العيد وكل الناس بهاليوم بيعيدوا مع أهلهم وعيالهم، وأنا ما عندي أي حدا عيد معه. أنا الحق علي، أنا اللي سويت بحالي هيك، بعدت الكل عني وبإيدي خربت علاقتي معه. حاسس إنه ما في أسوأ من حظي، هاي ضليت لحالي، الحق علي. يوراش، اليوم بابا عامل حفلة بالمعمل، رح نكون كلياتنا هنيك. إذا بتقدر تعال شوي، العيلة مو حلوة بلاك.
العيلة هي اللي بتخلي للعيد طعمة، مو الوحدة، وهذا عيدي أنا. أنا يلي أذيت أبي وعيلتي، ولهالسبب هن نختاروا إنه يبعدوا عني. ما بعرف شو اللي خلاني أعمل هالشغلات، أنا نفسي ما كان بدي أعملها. شو جابك لهون انت؟ بابا. بابا انا ماني ابوك. شو يعني ما بتفهم؟ بعدين انت باي عين بتقلي بابا؟ معقول بعد كل اللي عملته حضرتك بحق أبوك وأمك وبحق عيلتك كلها يا قليل الأصل؟ المفروض أنت لازم تقرف من حالك هلأ، حتى أمك ما سلمت من شرورك. أمك خنت ورميتها برات البيت كله، أمك يلي تركته لزوجها بس مشان حضرتك تحبها وتحن عليها، وأنت اسمع. بالنهاية مثل ما انك شايف اليوم الدنيا عيد، وخصوصي بهيك يوم مبارك، ما بدي اغلط وانزع هالحفلة لا مشانك ولا مشان اي حدا تاني، فهمان؟ فيك تمشي من هون هلا. بابا اخي اجا يطلب منك. بابا ارجوك لا تحرمني من هالفرصة هي اليوم. بابا بترجاك بابا، أنا بدي تعطيني بركاتك اليوم. بصفتك شو بالله؟ اللي أنت بأي حق جيت لعنا لهون؟ شوف هلأ، صحيح أنت سرقت مني كل مصارية، بس أنت ما قدرت تسرق منا فرحتنا، وأنا متأكد تماماً أنك إجيت اليوم لحتى تدور على السعادة عنا هون، لأنه الست زوجتك ما قدرت حضرتها تعطيك السعادة أبداً. روح رجع مطرح ما كنت لحضن زوجتك الغالية. أنت قلي شو مفكر حالك؟ يوراش أنا عم حاول أني أقرب منك، بس لا تفكر أني رح أطلع خسران. انت دائما بتهيني وكأني حشرة قدامك، بس لا بابا، انا ما عاد فيني اسكت على اهانتك. شو فكرني انت؟ ماني مبسوط يعني؟ غلطان كتير بابا، لانه انا كتير مبسوط. ايه مبسوط، واذا انت مو مصدقني تعال على بيت جاروديا وشوف، رح اعمل لحضرتك حفلة كتير كبيرة عنا بالبيت، حتى كل سعادتك هي ولا شيء قدام اللي عم يصير هنيك. انت لازم تعرف بابا انه يوراش جاروديا كتير مبسوط حتى بلاكن، لدرجة اني بقدر عيد واحتفل وماني بحاجة بركاتك انت. يوراش يوراش استنى شوي بابا. Ah.
لك شو هاد؟ انتو كيف بتسمحوا لهيك مسخرة تصير هون؟ هاد بيت كاروديا مو مرقص ابوكن. يلا نلعوا لبرا. وين راح مناف؟ سوريش ماهيش؟ وين اختفيتوا كلكن؟ مين اللي سمح لهالحسالة يفوتوا على البيت؟ ليش واقفين؟ زتوهم برا. رافيترا انت شو عامله بالبيت يا محترمه؟ مو انت اللي عزمتيهم لهدول الاشكال؟ مين مفكره حالك يا خانم؟ هذا بيتي مانو مرقص ولا حنيتي لاصلك الوسخ؟ كيف بتجيبي هدول الواطين اللي مثلك لهون على بيتي؟ لساتكن واقفين؟ يلا لبرا انقلع ولا انقلع لبرا انقلعوا لبرا. يلا روحوا برا. بافيترا اذا هالعمله بتنعاد مره تانية لا تلومي الا حالك. يا عيب الشوم، شو هالقرف؟ ما استحيتي من حالك؟ استحي؟ انت اخر واحد بحق له يحكي عن الحياه والشرف يوراج. لا تكون نسيت حالك لما حضرتك كنت تجي تقضي أحلى سهراتك عندي بالمرقص. وين كان الحياة والشرف وقتها يا وراج؟ بهداك الوقت ما كنت تشوف إنه عيب وغلط، فشو صار هلأ؟ شو تغير اليوم؟ اليوم أنا صرت وسخة وبلا أخلاق، وهدول الناس واطين وجوهم وسخ. مو كنت تجي إنه ترقص لما تسمع هاي الموسيقى؟ اليوم صاروا بنظرك حسالة وبيقرفوا يا وراج؟ نسيت هديك الأيام؟ نسيت كيف كنت تلحق هدول الناس كرمال تشوفني ولو دقيقة واحدة؟ نسيت المرقص اللي كنت تحبه وتنام وتقوم فيه أكتر من بيتك؟ أنا ما نسيت، بس أنت اللي نسيتي بافيترا. نسيتي إنه هاد مو مرقص رخيص، هذا بيتي، بيت يوراج كاروديا، وما رح أسمح بهالشي الوسخ ببيتي. هذا بيت نظيف ومحترم وساكنينه ناس محترمين. أما الرقاصات أمثال رفيقتك هي مكانهم أبداً مو هون، ومجرد يفكروا يقربوا من بيتي خطوة فرح يشوفوا اللي ما شافوه. فهمتي منيح ولا لأ؟ فيني أفهم من إمتى بتتدخل بيلي عم بصير ببيتي؟ مو هاد بيتي أنا كمان؟ شو هاد بس بيتك؟ إيه هاد البيت بيتي، هاد البيت بس إلي. ولو كان بيتك انت عن جد كنت فكرتي 100 مره قبل ما تعملي هالعمله هي. ما كان لازم حاكيها هيك وخليها تعصب بهالشكل. ما عم أفهم ليش هي عملت هيك. إذا جرحت فعلا مشاعرها فهالشي هاد هي السبب فيه. بس يا ريتني ما استعجلت وقلت لها هالكلام. معقول كون أنا غلطت؟ يمكن ما كان لازم أقول هاد بيتي. شو ساوي؟ امنعها ولا راضية؟ بس ليش لحتى راضية إذا كان الحق أصلاً معي؟ إيه بحبها لبنتي اللي من لحمي ودمي. ضليت كل هديك الفترة بعيد عنها بس لحتى علمك درس.
وإن شاء الله يا رب تكوني فهمتي قديشك كنتي ظالمة وقاسية على سافيتري. كرمال الله ما تقول هيك هاسموك، لأني سبق واعتذرت من أختي سافيتري على كل تصرفاتي القديمة. معقولة أنت زوجي وما تسامحني؟ معقولة مو شايف بعيوني قديش أنا ندمانة؟ ما دام سافيتري سامحتك من قلبها فأنا أكيد ما رح ضل معصب وزعلان. خلاص خلاص حاش تبكي هالكي، تعي شوفي شوفي قديش هالهدية اللي جبتها حلوة. إيه؟ هاي الهدية مولا إليك، هاي الهدية لبنتي، حبيتها تكون أول هدية مني بمناسبة العيد من أبوها اللي بيحبها كتير. شايفة حبيبتي؟ صار هلأ البابا يحبك ويدللك أكتر مني يا عمري. ليكي شو جايب لك؟ سوارة ذهب حلوة؟ يلا ناوليني بنتي، هاتي يا أعطيني بركاتك يا عمي، نحن مالنا بركة غيرك، نحن واجب علينا كلنا نخدمك بعيوننا. ابني مستحيل إني أنسى وقفتك معنا بوقت الشدة. لا يا عمي، أنا شو ما عملت رح ضل مقصر معك، وبصراحة أنا لسه ما سويت أي شيء لألك، لهيك طلبت منك تباركني لحتى حقق هدفي اللي إلي سنين عم بتمناه. ليك ابني، بيقولوا انه طريق الالف ميل ببلش بخطوة مزبوط ولا لا؟ وانا واثق تماما انك اكيد رح تحقق كل اهدافك. شكرا لك يا عمي، شكرا لك على كل شيء. الله يوفقك يا ابني ويحميك من كل شر. بابا خلينا نشعل الألعاب النارية. يلا 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 سافيتري، يلا 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 يا سلام. يا حرام أبوكي شو مبين إنه مسكين، أول مرة بحياتي بسمع حدا بيدعي لدماره. زعلان على أهلك، ما بقي قدامهم وقت طويل لحتى ينبسطوا. تعي خلينا نشاركهم فرحتهم لآخر مرة بحياتهم، يلا تعي. بافيترا، وينك بافيترا؟ بافيترا بافيترا بافيترا، بافيترا بافيترا وينك انت بافيترا؟ بافيترا لك وين رحتي انت؟ معقول بافيترا تركت البيت وراحت؟ لسه غرفة. بافيترا
بافيترا هون بالغرفة؟ الحمد لله على القليلة لساتها بالبيت. هلأ أبراضية وكأنه ما صار شيء. بافيترا شو عم تعملي هون بالغرفة؟ وأنا قلي ساعة عم دور عليك. أنت ليش قاعدة بغرفة ضيوف وتاركة غرفتك؟ الضيوف بيقعدوا بغرفة الضيوف مو هيك يوراش؟ ما فهمت. شو كأنه فورا نسيت؟ مو أنت قلت إنه هذا البيت إلك وبس؟ كنت غلطانة يوم اللي فكرت إنه البيت بيتي وأنا صاحبت الكلمة فيه. كنت غبية لما فكرت بهيك تفكير غبي. بس لا، صرت أعرف كتير منيح إنه ما عاد إلي مكان بقلبك مثل الأول. بافيترا خلصنا؟ لا يوراج، لا. منيح اللي ذكرتني بأصلي وفصلي والمكان اللي إجيت منه. أنا أول ما شفتك حبيتك وفكرتك حبيتني، وقعدت أرسم أحلام، أحلام كبيرة مو مكتوب لأنه تتحقق. كان معك حق يوراج، هذا البيت مو من حقي لأنه لإلك، وأنا هون ببيتك ضيفي. بافيترا بترجاكي. لا يوراج خلص، أنا بقياني هون لحتى يطلع الصبح، وبس يطلع الضو رح أترك البيت لأصحابه. وهي الليلة طبعاً أنا رح أبقى هون بغرفة الضيوف، أما إذا عندك مشكلة من وجودي للصبح بمشي هلأ. ما ماشي، أنا رايحة هلأ. لا بافيترا استني. بافيترا أنت شو ناوية تعملي؟ حكيت هيك لأني عصبت وتضايقت كتير. لما فتت وشفت رقاصات وناس عم يرقصوا ويغنوا ببيتي، اتضايقت. أنا ما بعرف كيف طلع هالكلام مني، والله غصب عني. صدقيني كل اللي قلته ما كنت قصده. رجاءً سامحيني حبيبتي. هيك ببساطة عم تحكي يوراج؟ لو إنك مكاني ما كنت اعتبرته جد؟ إيه؟ ما هذا البيت لإلك، ممنوع اتنفس فيه بدون إذنك طبعاً. بافيترا أنت فهمان الموضوع غلط. بالعكس، قبل كنت فهمانتك غلط يوراج، بس هلأ فهمتك صح. منشان هيك أنا بعتذر منك. بافيترا وقفي واسمعي. لا يوراج خلاص، ما عاد بدي اسمع أي شي تاني. بترجاك روح وتركني لحالي يوراج، بترجاك تركني. بافيترا اسمعيني شوي. افتحي الباب بافيترا، خلينا نحكي. بافيترا بافيترا افتحي الباب شوي، بس اعطيني فرصة تانية لو سمحتي. شو صار؟ ما تزعلي وتحطي ايدك على خدك بترجاكي. أنا ضايعة يا أختي، أنا مالي فهمانة شي من اللي عم بيصير. نحن أصرينا على يوراج إنه يجي لهون، بس أنا حاسة إنه نحن تسرعنا كتير. أختي يمكن ما كان لازم نساوي هيك. لا لا كشمي عادي، نحن فكرنا منيح كتير قبل ما نقله، فما تشغلي بالك، أنت معي. إيه أختي أنا معك، بس كنت عم فكر إنه لازم نعرف شو أثر هالشي على يوراج وشو ردة فعله، وكمان نحن لازم نعرف شو عم بيصير ببيتنا وكيف الأمور عم تمشي هنيك وكيف هنن عم يحتفلوا هلأ. طيب خلينا نعرف لك، حأتصل بالبيت. ايه لحظة واحدة. الو الو مدام سرفاتي، كيف اخبارك؟ انا منيحة كتير. اللي كيف اجواء العيد عندكم بالبيت؟ عن أي عيد عم تحكي أنتي؟ أنا شو بدي أقلك عن اللي صاير هون؟ السيد يوراج رجع على البيت وتخانق مع مدام بافيترا، يعني الوضع بالبيت كتير مكركب. طبيعي بين المتزوجين، ما تخاف كل شي رح يصير منيح. مع السلامة. شو صار؟ لاكشمي صار مثل ما تخيلنا، يوراج تخانق معه وما احتفلوا بالعيد بالبيت.
هاي بشو صافني؟ ها؟ أنا متضايقة لأنه يوراج انجرح وتألم بسببنا كتير، يعني بغض النظر عن اللي عمله معنا هو بضل أخونا الصغير اللي لازم يكون معنا بهاي الليلة. شوفي اليوم لأول مرة بحياته أخونا ما بيعيد علينا بالعيد. أنتي مو حاسة إنه إحنا السبب بالشي اللي صار مع أخي؟ ليكي لاكشمي، أنا فهمان عليكي ومقدرة شعورك، بس لاكشمي صدقيني ما كان قدامنا حل تاني وما عملناه. ليش لحتى انفعل بهالطريقة؟ ضروري جن قدامه وإلا البيت بيتي؟ ما كان في داعي عصب كل هالقد. أنا غلطت بحقه. كيف وضعك لاكشمي؟ وشو حاسة اليوم وأنت عم تعيدي مع أهلك؟ ولآخر مرة. كاران، ليش يا ابني تركت اخواتك راهول وكافيتا لحالهم بالبيت؟ كان لازم تجيبهم معك. بابا كيف يعني؟ شلون بدك يجيب اخته كافيتا؟ ما هو اذا جاب اخته كافيتا على العيد مين رح يدير باله على امه الموجودة بالبيت؟ اكيد رح تحس الخالة بالوحدة. جوري خلص. كاران عندك أم؟ إيه بابا، هاي هي الحقيقة مو هيك؟ استنوا شوي. كاران، شو اللي عم تحكي جوري؟ أنا، ليك يا عمي أنا، إذا كان هالشي صحيح فليش ما قلت لنا إنه أمك لساتها عايشة وموجودة معك بالبيت؟ لأنه يا عمي بصراحة معليش يا ابني ولا يهمك عادي، إذا ما قلت لنا فأكيد أنت عندك سبب كتير مقنع، بس كان الأصول ما تتركها بالبيت لحالة يوم العيد أبدا، لهيك رح نروح كلياتنا هلأ لعندها. عن إذنكم مرة قلت لها تشحن موبايلها، غبية ما رح تتعلم بالمرة. لعمة، وهلأ شو لازم أعمل بهالعلقة؟ سوري كانت حاسة حالي تعبانة شوي. خير ماما، اتصل بالدكتور؟ لا لا ما في داعي للدكتور ابني، بس شوية تعب، لا تشغل بالك رح اتحسن بسرعة. روحوا ولا تتأخروا بالرجعة. ايه هالكي، اسمعي لقلك، نحنا لازم نروح على البيت مع أمك. ايه مثل ما بدك، بكل الأحوال إجا موعد نوم بنتنا. ايه أنا كمان بدي أرجع على البيت معكم، بس هالشي مو مشانكم، ها مشان هالملاكة الحلو الصغير. يلا قوموا روحوا، أكيد بكون كاران واقف ناطركم برا. العمى كمان التليفون الأرضي مشغول. لا تهتموا، نحن فينا نروح لحالنا. امشوا، انتبهي على حالك أمي.
تعالي معنا مينكا. لا اختي بلاها، روحوا انتو، ما فيني اترك امي لحالها، روحوا ورح ضل معها. مو بتعرفي ما بدي اياه يتضايق اذا رحت معكم. شرفوا. وينك كافيتا؟ تفضلوا، تفضل عمي. كيف صحتك يا بنتي؟ أهلا وسهلا عمي، كيفك؟ إن شاء الله كل عيد وأنت بألف خير يا بنتي. وأنت بألف خير وينعاد عليكم. بنتي، اليوم اللي عرفنا بخصوص أمك اللي ساكنة معكم بالبيت، مشان هيك إجينا لحتى نشوفها. وينها هلأ؟ بالأول تفضلوا ارتاحوا من المشوار لبين ما أجيب لكم شي تشربوا. استني، ما تتعذبي بنتي. خدوا راحتكم، أنا برجع بعد شوي. لاكشمي، اهتمي بأهلك. تفضلوا. اللي ليش جبتن لعنا؟ شباك؟ أكيد بس يشوف ماما رح يعرفها فوراً ورح يضيع تعبنا كل هالسنين لناخد بتارنا. لك ليش بعدك واقف هون؟ تصرف ولاقي حل. لاكشمي؟ إيه؟ لوين راح كاران؟ برأيي خلينا كلنا نروح نشوفها هلأ، يعني ما في داعي نتعبها وننزلها لعنا. ما يلا بابا حبيبي. أنا برأيي نستنى شوي، قصدي ليجي كاران ونشوف شو القصة. إيه، وأنا كمان مع بابا. يمكن كاران عم يطلع على أمه قبل ما نروح، لأنه المسكينة مريضة مشان هيك بتنام بكير، والوقت صار متأخر كتير، ويمكن هلأ تكون نامت بنتي، وبجوز أمه كمان ما تكون نايمة هلأ. وطالما نحن هون خلينا نروح ونشق عليها، إذا كانت نايمة منرجع بعدين. مو؟ ماشي. بابا. ليك بابا. شو نعمل هلأ؟ ما عم بقدر ركز على شي. القصة كلها مفاجأة كبيرة، تشوشت وما عم بقدر لاقي مخرج. لو قدرت امنعهم من أنهم يجوا على بيتنا ويدوسوا عتبة هالبيت بأي طريقة كانت. مساء الخير، أنا بكون أم لاكشمي سافيتري. إجينا نعايدك بالعيد، إن شاء الله ينعاد عليكي. وإن شاء الله تكون هالسنة خير. وأنا اسمي سوريكانت، سوريكانت كاروديا.
بكون أبوها للاكشمي. كلنا اجينا لهون لحتى نتمنى لك عيد مبارك عليك وعلى عيلتك. سامحينا نحن اليوم لحتى عرفنا عنك من كاران. لهيك حبينا نجي ونزورك ونشوفك ونعايدك بما انه طلعنا قرايب. امي كران قرب تعال شوف امك شو صار لها.